لسكان هذا الشارع من البغداديين خاصة والعراقيين عامة حكايا وذكريات وأحداث لا تنسى، فقد كان شاهداً على مظاهرات واحتجاجات البغداديين ضد الاحتلال البريطاني عام 1917، كما أنه من الشوارع التي كانت تمثل رمزاً للحداثة والرقي. فقد كان هناك أورس دي باك الذي يعد أول مول يتم افتتاحه في الشرق الأوسط.